السلام عليكم خوتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، وتنسلم على المحسنين ديالنا اللي داخل الوطن وخارج الوطن. ربي هو اللي غادي يجازيكم ان شاء الله، المحسنين ديال يوسف الزروالي بصح الحقيقيين محسنين، اللي قالوا محسنين محسنين. وتنشكركم انا من هذا المنبر بزاف، ما خليتونا ما نقولوا الصراحة، انتم اصحابي الخير، انتم سباقين الخير على الوقفه اللي وقفتوا على ام اليتامى بشرى. راه ربي اللي هو اللي غادي يشوفها لكم وغادي يوقف معكم. والوسيط يوسف الزروالي تنشكرو بزاف من هنا، واخا تيقول لك ما تشكرونيش، شكروا المحسنين. فعلا تنشكرك انت السبب. عاوتاني كل ما كنت انت، كيفاش غادي يوصلوا المحسنين؟ انت هو السبب لاي حاجه. ربي غادي يجازيك ومع المجموعه ديالك اللي معاك، الله يجازيك. لا تنطلب انا الله سبحانه وتعالى ان لا يخليك تحت شي حاجه شي حد. بغيت نقول نوصل رساله لهذاك اللي كان قابط الدار، هذه مسكينه الراجل ديالها توفى على سبب غادي يحرق باش يدير لولادو المستقبل. شد مسكين الدار ديالو اللي عنده رهنها، والمن رهنها رهنها سنين رهنها لهذاك اللي تيقولوا العائله العائله المغربيه، ولا ما نعرف، لما تنحملت نسميه، وما عمرني دخلت عنده وما تيشرفنيش لا هو ولا عائلته ولا بناته، ولا ما يشرفونيش انا بعدا. بالنسبه ليا انا وربي اللي عالم، عمرني ما دخلت عليه، وتا تنسمع من اللايفات تنسمع الهضره ديالو. اللي باغي يستغل المراه مات الراجل ديالها وكذبها، قال بان الراجل ديالها ما ميتش، ومسكينه واستغلها بان الدار مرهونه بخمسة المليون، عارفه بان ما عندهاش منين غادي تجيبها، وهي عندها اربعه اليتامى. وهذا اللي غادي يستغل مراه ارمله وعندها اليتامى، شتي ام العائله كذا وكذا. عمر ربي سبحانه وتعالى، ولا غادي تشوف شي نهار مزيان في الدنيا. واخا تجمع الفلوس، واخا دير اللي درتي انت، جمع الفلوس باش جمعهم، جمعهم بالاعراض بناتك ومراتك، الا كانت مراتك بصح ما نعرف الله اعلم، فهمتي؟ راه ربي عمر ما يكون منك. شوفي سيفتك تعطي الخبار، اللي مستغل المراه وتسرطي عليها وهي لابسه حق الله، باقا لابسه البيض، ومسكينه وجات المشاهدين ديالك اللي متبعين كذبوها، ومسكينه كون ما لقاتش يوسف الزروالي وبربعه الاولاد، حتى عائلتها ما قبلاتهاش مسكينه، ما نعرف واش سبقوا عليها ولا ما عرف. المهم ما قدروش عليها، ما بغاوش حتى واحد يقبطها الا شي بعد الناس. ومسكينه وعيطات ليوسف، ويوسف وقف معاها والمحسنين، وجمعوا لها خمسة المليون. والله يكثر خيركم يا المحسنين. واللي صيفط لها الفراش الحاجه، تنشكرك من هنا الحاجه اللي في كازا اللي عطيتي الصالون جديد، ربي غادي يديروا لك بيت في الجنه ان شاء الله يا ربي. واللي في فرنسا اللي في قنيطره اللي زوج زربيات وماكينة تصبين وكل شيء، تبارك الله، وقف معاها وبلا الفلوس وجمع لها خمسة المليون، جاب له الله أمو العائلة مغربية ولا شنو، جابك الله. ما عندهاش من هذه تجيب خمسة المليون، واخوتها هما المغاربة وحبابها هما المغاربة والمحسنين، المحسنين بصح دي يوسف الزروالي. انت هادو هما اللي تنقول أنا محسنين، ماشي هادوك اللي تيصيفطوا الفلوس اللي تيطبقوها في لالا ومالي. حنا تنشوفوا كلشي وعارفين كلشي، حنا المشاهدين، انا واخا القناه ديالي صغيره تنعرف كلشي قبل حتى ما ندير القناه. والانسان راه حر، اللي بغى يدير قناه يدير قناه، اللي بغى ينوض يهضر يهضر، هو حر. عندك شي حاجه تعطيها هضر، دافعوا على الحق، دافعوا على الظلم، باش ان شاء الله يا ربي تغلبوا على هذوك اللي تيدافعوا على كيف ماشي تيدافعوا على الظلم، تيشجعوا على الظلم، تيشجعوا فهمتي. ومسكينه ودابا شنو ابو كريشه، واللي كنتو قلتو راجلها ما ميتش، وراكم شفتو السميه ديالو وشفتو القبر ديالو، شتي هذوك الولاد تيقطعوا في القلب. شتي اللي ما مجربش اليتامى، سولوني انا اللي مجربه اليتامى، انا ربيت اليتامى صغار ما عقلوش حتى على باهم، ولكن الحمد لله خلى لهم الرزق ديالهم. انا راجلي كان خدام في المخزن، خلى لهم بعدا. المهم واخا كل ما عنديش، ما ديرميونيش عائلتي وما ديرميونيش العائله د راجلي، مستحيل يرمي ولادهم، مستحيل مستحيل. هادي يهزوني، ماشي ما يهزونيش،
كي الحمد لله انا مجربه الحق راد اليتيم. انا راني بكيت، انا شتي منين شتهم مشاو للقبور دباهم وجاو للدار ديالهم والام ديالهم بقى صغيره. ما نكذبش عليكم، هذا النهار ما درت لا غدا لا والو، تاثرت بزاف. كنت مشيت للكوزينه شعلت مع البارح ما تفرجش، منين شفت الفيديو اللي دار يوسف صافي ما نكذبش عليكم قلبي تقطع عليا طرف طرف. بقاش انا حاسه باليتامى، واخا يخلي لهم باهم الرزق الحقره اللي تيحسوا بها في المناسبات في العيد في اي حاجه، واخا يسندوك عائلتك واخا حبابك واخا ما يخليوك ما تحش باليتم، ولكن اليتم اليتيم يتيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك كفي انا واليتيم كفيل في الجنه، وانا قال لك كان الرسول صلى الله عليه وسلم واقف في باب الجنه ومراه قال لك تتبغي تدخل هكا خصها تدخل وتدعس، قالوا له يا رسول الله من هذه المراه؟ قالوا له هذه اللي مربيه اليتامى الارمله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ربي هذه كفيها ربت ولاد هاد اليتامى مهما يكون. وتيقول لك الا درتي غير يدك عليهم عندك 100 حسنه، كل زغبه يا ربي بحسنه. وعادوا تقهر اليتيم وعاجبك الحال وخرجتي وخليتي الدار كامله قنزه مصغه. حنا تنعرفوا اللي تيقبطوا الديور ما تيخرجوا حتى تيسيقوهم النقيين، وانت تتبيني راسك غير نقيه غير في اليوتيوب، وهانت بانت حقيقك، هو صابونك وخنزك وعفنك خرج خرج. بان انتم ما تستاهلوش الانسان يشكركم، بان انتم مخربين، انتم غادي تخربوا خربتوا، حاشا تكونوا انتم عائله مغربيه. انا هذاك العنوان الحمد لله يا ربي اللي الخزان حيدوا لكم. انتم ما عارفين اين جنس، ها انتم واخا تشدوا الفلوس واخا تربحوا واخا ديروا، والله لا عشت تساووا هكاك وباقيين تطلبوا وباقيين تتسعوا بحالكم بحال الاخرين، باقيين درتوا الطوموبيلات، درتوا منين جاكم هذا الشيء؟ غير باش تضربوا في يوسف الزروالي، بينوا لنا انتم شنو درتوا لنا. يوسف الزروالي مهما يكون تيدير الخير، وهو دابا عاوتاني ابو البنات هذاك مسكين اللي خاتم القران اللي عمى ما عندوش البصير ما عندوش العينين، هو شاء الله بحول الله عاوتاني هادي يشوف المحسنين ديالو، شاء الله هادي يشريو له سكنه شاء الله بحول الله، وهالخزان عاود ما عندوش هادي يشريو له سكنه. وديروا بحالو وديروا بحال هذيك اللي في الخميسات هذاك الولد مسكين اللي كان مسكين مضروب تا يرمي يمين كرشو، ومساكين عايشين بيت مسبعه بهم ولا ثمانيه وجوع النوع، شرا لهم الدار جمع لهم 24 مليون جمعتوها انتوما، سرقتوه قلتوا له الدار الفلوس دمي ميلودا سرقتوه الدار الفلوس هذاك سميتو هذيك اللي في الخميسات اللي عند هذاك الولد مريض. وشنو درتوا انتوما؟ انتوما خصكم غير ما تلهفوا تابعين غير ادسنس بحال هذا اللي سمح في الدار، هذوك واقيلا ما عارفينش حتى القبله فين جات، هذوك حتى السجاده ما عندهمش في الدار، حتى لجا عندهم شي واحد بغى يصلي ما يلقاش السجاده، بان عامياكم وسخ الدنيا، عاميكم الطمع، عاميكم كل شيء. زعما لا اله الا الله محمد رسول الله وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. والله عز لعز ليوسف الزروالي والمحسنين ديالو، ربي يخليكم وربي يخليكم في اعمال الخير، وان شاء الله كل شيء غادي يبقى هنا، وربي غادي يرزقكم وربي غادي يديكم الجنه ان شاء الله تشوفوها. هادو اللي تيطعن اللي تيكرفس اليتيم واللي بغى يدي لهم رزقهم واللي بغى يستغل الام ديالهم وهي ام باقا صغيره وكذب عليها وتيقول لها انا نتزوج بيك، والمراه باقا بحق الله تغلبتي عليها منين ضعيفه مكسوره الجنحين، وها ربي جاب اللي هز لها جنحينها واللي عز لها ولادها المحسنين ديالنا، الجاليه المغربيه في اوروبا والمحسنين اللي في المغرب اللي في كازا واللي في الرباط واللي في مراكش. تنشكركم بزاف بزاف، وماشي غير انا، الله اللي تيشكركم والله منوركم. وسبحانه وتعالى فان اليتيم فلا تقهر، اليتيم اللي قهروا ربي غادي يقهروا، ياك قهرتيهم هما دخلوا لدارهم معززين مكرمين فرحانين وربي ضابل لهم. ياك كانت عليهم كريدي 5 مليون وكانت كريدة عليها 60 الف ريال 300 الف فرنك تاع البنك، ومسكينه وما لقات لا ما تاكل لا ما تشرب لا هي ولا ولادها ومحيوزاي عند الناس، وربي عززها وتخلص لها الكريدي وخلصت الكريدي الدار
وهي الحمد لله دخلت لدارها معززه مكرمه، وهاد الدار فرشوها لها المحسنين، وان شاء الله كاين اللي داير لها الشهريه تخلص الظلمه، كاين اللي داير لها الشهريه كل شهر، اللي دارت 50000 فرانك شهريا ديما تخلص الظلمه، اللي دارت 1000 درهم تتعاون بها، وباقي الخير جاي القدام. وشنو خديتو نتوما؟ وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم. انا اللي ما تنحمل اللي قهر اليتيم واللي قهر الام اللي قهر الام واللي كذب على الام واليتامى، انا بعدا بالنسبه ليا انا ما نحملو ما نقبلو، واضي نعطيه على شي قلب. وشنو دعينا غير الله سبحانه وتعالى، الله هو اللي غادي يخلصكم، وما عمركم غادي تطفروا مهما ربحتوا الفلوس. واخا تدخلوا المراهن فين ما اكثر من مال قارون بين ليله وضحاها، كل شيء رجع تحت الارض. وان شاء الله ليكم ان شاء الله، وما عمركم غادي تعيشوا السعاده، واليوتيوب ما غادي يدوم لكمش فلوس. اليوتيوب غادي تطيحوا بشويه بشويه بشويه، وسيدي ربي الحبيب غادي كل شيء غادي يمشي. وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم، وهذا الشيء اللي تنقول. وتنشكر يوسف الزروالي والخزائن وكنوز وحميد الاطلس، حمود الاطلس اللي حتى هما ساهموا، وتبارك الله ساهموا في الخير، وان شاء الله باقي الخير غادي يكبر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وحسبي الله ونعم الوكيل في الظالم. هذا الشيء اللي غادي نقول.